مرحبا بكم في جولتنا الاقتصادية من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، تقدمها ريم سيف. ونبدأ كالمعتاد بأبرز العناوين. قطاع الاستثمار يستحوذ على المركز الأول في تعاملات بورصة البحرين الأسبوعية، يليه قطاع البنوك التجارية. مجلس المناقصات والمزايدات يفتح في جلسته الأسبوعية 124 عطاء تقدمت بها 13 جهة حكومية. الكويت تتطلع إلى استثمارات ب 450 مليار دولار لمشروع تطوير جزيرة بوبيان ومنطقة الحرير. وطيران الاتحاد الإماراتية تخطط لشراء شركة طيران إير إنديا الهندية. أهلا بكم من جديد. أقفل مؤشر البحرين العام على ارتفاع نسبته 0.77% في نهاية هذا الأسبوع عند مستوى 1301 نقطة، حيث ساهم قطاع الاستثمار بنسبة 64.1% في القيمة الإجمالية للأسهم والسندات والصكوك والصناديق العقارية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تجاوزت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة والمدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 43,434,000 سهم ووحدة، وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة 7,058,000 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 346 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 24 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، في حين انخفضت أسعار أسهم 7 شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية. أما على مستوى الشركات فقد جاءت مجموعة جي اف اتش المالية في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني شركة ألمنيوم البحرين ألبا في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع. فتح مجلس المناقصات والمزايدات البحريني في جلسته الأسبوعية 124 عطاء ل30 مناقصة تقدمت بها 13 جهة حكومية، وبلغ إجمالي أقل العطاءات المقدمة 16.36 مليون دينار. وتصدرت الجلسة وزارة الأشغال بطرح 6 مناقصات تضمنت مناقصة مباني لمحطة توبلي للصرف الصحي، وإنارة جسر الشيخ عيسى بن سلمان، وتوفير صهاريج لشفط مياه الأمطار والحالات الطارئة، وأعمال الصيانة الوقائية لمبنى متحف البحرين الوطني ومسرح البحرين الوطني ومركز قلعة البحرين الثقافي ومركز الفنون، وإعادة تأهيل مبنى بلدية جد حفص، بالإضافة إلى دراسة جدوى توسعة محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح عن تطلع حكومة بلاده إلى استقطاب مشروع تطوير جزيرة بوبيان ومنطقة الحرير استثمارات قدرها نحو 450 مليار دولار في حال توفير المناخ القانوني المناسب للمستثمر.
وجاء الحديث خلال جلسة مجلس الأمة الكويتي التكميلية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح قوله خلال الجلسة إنه يود أن يؤكد أن مبلغ 450 مليار دولار هي ليست استثمارات الدولة، بل إن المنطقة سوف تستقطب أكثر من 450 مليار دولار إذا استطاعوا تحقيق القانون المناسب للمستثمر والساكن. تخطط الاتحاد للطيران لتقديم عرض لشراء شركة طيران إير إنديا الهندية، وذلك وفقا لما أعلنته وكالة بلومبرغ التي أفادت بأن الاتحاد للطيران تبحث عن شركاء لها لتكوين اتحاد شركات لشراء الناقلة الهندية المثقلة بالديون بحسب صحيفة البيان. وبدأت الاتحاد مرحلة جس النبض مع مجموعة ريلاينز الهندية المملوكة للملياردير الهندي أنيل أباماني من أجل إبرام شراكة لشراء إير إنديا. وعلى صعيد آخر، أبرمت الاتحاد للطيران الهندسية شراكة مع شركة بيجرب الألمانية المتخصصة في أبحاث وتطبيقات التقنية المستقبلية. وتهدف هذه الشراكة إلى وضع خارطة طريق للجيل المقبل من حلول تقنية التصنيع والمعروفة أيضا باسم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الطيران. افتتح في دبي فندق فخم عائم على متن سفينة ذا كوين إليزابيث II الشهيرة التي رست في دبي عام 2008 بهدف تعزيز السياحة في الإمارة. وقال المنظمون إن السفينة التي خضعت لتجديدات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار لتحويلها إلى فندق عائم ستكون وجهة سياحية حديثة في المدينة. وسيفتتح الفندق العائم الذي يقع في ميناء راشد على مراحل، ويضم مرافق ترفيهية احتفظت بطابعها الكلاسيكي الفريد. ويشير المنظمون إلى أن سفينة ذا كوين إليزابيث II التي بدأت مسيرتها في عام 1969 وأنهتها في العام 2008 ما زالت تحتفظ بالمرافق نفسها التي خضعت للتجديد فقط. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركة علي بابا الصينية تتعهد بضخ استثمارات بقيمة 350 مليون دولار في تايلاند. أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن أكبر خطر في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين هو التهديد الذي يشكله على الثقة العالمية والاستثمار. وأضافت لاغارد أن الرسوم الجمركية التي يهدد بها أكبر اقتصاديين في العالم سيكون لها تأثير مباشر متواضع على الاقتصاد العالمي، لكنها قد تثير شكوكا تعطل الاستثمار، وهو أحد المحركات الرئيسية لزيادة النمو العالمي. قالت لاغارد في مؤتمر صحفي بواشنطن حيث يجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عندما لا يعرف المستثمرون في ظل أي شروط سيتعاملون، وعندما لا يعرفون كيف ينظمون سلسلة إمداداتهم فإنهم يحجمون عن الاستثمار. وأوضحت لاغارد أن التوترات التجارية ستكون موضوعاً رئيسياً للنقاش بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي. بدأت آمال النمو المتزامن في قوة اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بالتلاشي قليلاً مع دخول الربع الثاني من عام 2018 جراء فقدان الزخم في الاقتصاد الدولي. وسجل مؤشر مديري المشتريات العالمي انخفاضاً إلى أدنى مستوياته خلال 16 شهراً، وهناك مؤشرات تحذيرية أخرى من وقوع تباطؤ وشيك في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يقول تقرير صادر عن ساكسو بنك الذي يستند إلى جملة مؤشرات أبرزها مؤشر مراقبة الدافع الائتماني.
وتشير أحدث البيانات إلى أن الدفع الائتماني بالولايات المتحدة كان يشكل 0.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2017 بعد الدخول في مرحلة الانكماش في الربع الثالث. بدأت كوالكوم في تخفيض الوظائف في كاليفورنيا، حيث تنوي الاستغناء عن حوالي 1500 موظف للالتزام بتعهدها بتوفير النفقات الذي قدمته الشركة للمستثمرين بحسب تقارير لبلومبرغ. ومن المرجح تسريح عمال آخرين في أماكن أخرى إلى جانب كاليفورنيا، وتوظف الشركة حاليا حوالي 33,800 شخص على مستوى العالم. وقالت كوالكوم إنها قيمت إمكانية خفض النفقات غير المتعلقة بالموظفين، إلا أن الأمر استلزم ضرورة خفض القوى العاملة لدعم النمو على المدى الطويل. يذكر أن الشركة تعهدت بتحسين الأرباح عن طريق خفض نفقاتها بمقدار مليار دولار من خلال خطة خفض التكاليف المصممة لموائمة هيكل التكلفة مع أهداف الأرباح على المدى البعيد. قال وزير الزراعة البرازيلي إن قرار الاتحاد الأوروبي حظر واردات اللحوم من عدة موردين برازيليين يؤثر على 30-35% من صادرات البلاد إلى الاتحاد، وسيرغم الشركات على إيجاد أسواق جديدة. ووفقا لبيان من المفوضية الأوروبية، علق الاتحاد الأوروبي على الخميس واردات منتجات اللحوم البرازيلية ومعظمها من الدواجن في خطوة تشمل 20 مصنعا في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية كان مرخصا لها بالتصدير إلى دول الاتحاد. وقال وزير الزراعة بليرو ماجي للصحفيين إن الحكومة البرازيلية ستطلب السماح لبعثة تجارية بزيارة أوروبا للتفاوض على إلغاء هذا الإجراء، وأضاف أنه من ناحية أخرى فإن الشركات البرازيلية سيتعين عليها أن تبحث عن أسواق جديدة لتحل بسرعة محل هذه الصادرات. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أخيرا، تعهد الشريك المؤسس لشركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية جاك ما الخميس بضخ استثمارات بقيمة 350 مليون دولار في تايلاند، وذلك في ظل تزايد المنافسة بين شركات تجارة التجزئة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. وقد التقى جاك ما برئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشاين أوتشا في مقر الحكومة في بانكوك، ووقعا 4 مذكرات تفاهم بشأن الاستثمارات المقررة في البلاد لتعزيز السياحة والاقتصاد الرقمي وتنمية رأس المال البشري. وقال برايوت في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: خلال هذا العام سوف نوجد مزايا متبادلة، فقد قال ما أنه لا يسعى فقط لتحقيق مزايا لشركته لأنه لديه ما يكفي. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: قطاع الاستثمار يستحوذ على المركز الأول في تعاملات بورصة البحرين الأسبوعية، يليه قطاع البنوك التجارية. مجلس المناقصات والمزايدات يفتح في جلسته الأسبوعية 124 عطاء تقدمت بها 13 جهة حكومية. الكويت تتطلع إلى استثمارات ب 450 مليار دولار لمشروع تطوير جزيرة بوبيان ومنطقة الحرير. وطيران الاتحاد الإماراتية تخطط لشراء شركة طيران إير إنديا الهندية. نهاية جولتنا الاقتصادية قدمناها لكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، ونذكركم بالتواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني bizdnews@info.gov.ph. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.